برسب كهجن كقبل كان عود العبد النور سجال أي وهليان مارك الدقمة دني بورا ما يمسؤولين كلا أي ساكا وحاقد واقع حبنا حقد إذا قبل قابض أحس كمناسبة دستة يتبان كمية ما أنت قرن كجمهورية الصومال الآن مناسبة دستة أو كقصون تي حفيز كبرسب كقبل كان يعود الله وحال كاس اللي شاعي ما قاعد حبنا حقد إذا قبل قابض أحس كدستة يتبان كمية قبل كان يعود الله ورنا وحال كاس كان لعبد النور سجال برسب كهجن كقبل كان يعود الله وحنا وشيء بشب ميلا اي تايلح وحن مقعابينا قدي قبان قابضة سدادية وخبير قدي لوحة قدوميوه قدوميها كبال خاوضل عبد الرحمن أحمد علي قدومي كحقين كبال خاوضل عبد الرحمن حاج نور سجال وقدومي كحقين ما يركدك ملا سليمان حسن حد قوى حقيه حقيه قبال خا مصطفى أحمد عبد وحبن حسن يوسف يداش حقية دولته وصبحهمن جيكا عثمان عيقا يسكدوا وحبرشدا وحمن محمد عمر يابا يسكدوا عافنات وحمن فدوس شخص حسن نوري يسكدوا شقدا ياريما بشير وحمن نبعان محمد آدم يسكدوا بيرا وحمن أبوكر حسن أبوكر حسن عافي يسكدوا وفافنت وحمن سفية وفاني بدخلي أورو الخناء وحمن فدوى محمد عيقا ورخنا وحمن عبد عثمان بجوين حلمان وحمن سعيد موسى حوش وحلمان وحمن حاجة جويلة وأورخ سيس أورخ أيورة يورخ سوستا بالله توفيق بريد طبانك وعن قد ذا ورجلنا إن بريد طبانك ليسكوي ما تو حفيز حسن كنا هذا الكقاتي دوق الدقمة اللي بورا مسلمان حسن حدي وشجعي إن يسود وين يان قد جالس لما قعب يسلم مركز من اللوبة هي هاي إن يسدك دقة أي وش قيان هولها قبل قابض استوديو يوتيوب كمية بشد غير بورا ما حلينا هاي سيد أول بوق غير قادم جرتين كارن تعبت كل حيدين إن لسما يوح دولا هذا جوري كسر حال دوني هو تزين قرحية تصير دوا غير بكنا قنصا مهر هذا هلف سقوينا قرحية بلو بحين oo ma aha waynaanu nidaamka iyo systemka iyo dawladnimada waynaanu waynaanu muujino marka waxa xaqi nadaafada laga qayb qaadanayaa dulaha jiraado khayreedi hadda waanu hagaajinayna dib baa loo yaa loo kordhinay waa la dhisaya airport ku la dhisaya ma sha Allah maanta hadii ay ino suurtagal tahay airport ka ku qaban lahayn laakiin xogaa uu nugu fogaa shaqadana ka socotaa fariidkan inuu yimaadaa suurtagala waa ku mahadsantiisa gudoomiyuhu sheegay baan yaa gudida loo dhisay waxaan ugu tala galnay haddii la jiraado hawlahi iyo gudiyada si loo qaybiyo waaxihi inay bari 10 ka hadduu lahayd halka xafiiska barasaab in la isugu yimaado laakiin in institution ka sax xafiis kasta oo dawladdu leedahay ama hay'adeed in la qurxiyaaba loo baahan yahay oo lagu boofiyo calankii oo xardhan dawladnimadana waa inuu muujinaa hadduu lahayd waxmadaa telefishanka caalamiga ah RTN magaalada Buurama ay xarunta gobolka Hawdal